وحنا راح نوريكم طريقه تاع التقطاع تاع الكبش تاع العيد كما جرت العاده في كل عام. انا بالعاني ما حبيتش ننقيه لهنايا، خاطرش نورمالمون وحنايا في الخدمه تاع لازم يكون منقي مليح لهنايا، هنا فيه الشحم. انا بالعاني خليته هكذا باش على اساس الخروف تاع العيد يكون هكذا، باش نوري المشاهد الكريم كل حاجه كيفاش ينحيها. هنا كاين فراغ بين هذا بين الكتف ولي كوتلات والضلوع، هنا كنحطوا هكذا. ها شوف كاين فراغ هكذا. طريقه واحده مع الكتف اللي منا والكتف اللي منا، هاي ليك نحيوه لهنا هكذا. ها هنا عندنا في الحانوت نحيوها، هذه نحيوها، هذه نحيوها. ها وعندنا هنايا هنا دوك مفصل، ومن بعد كي نحيوها نجيو لهنا المفصل، هذا المفصل هاي اللي تخرج شغل لهنا هكذا فوق الطابله. نحي له هادويا، هادو نحيهم منهم هكذا. شت الكوتليتا هذه الاولانيه، هذه نحطوا الموس معاها هكذا ونروحوا ونزيدوا منا هكذا كيف كيف، ونحطوا معاها لاكوط هذه حتى الاخر لهنا. حنا كي نحطوا معاها من عندها شغل المفصل برك، ها ها مفصل هذا جيكو نخلوه لهنا. هذه لي كوتلات، حنا الاكثريه يحصلوا في لي كوتلات اللي يجيهم صعيب باش يقطعوهم. حنا ماذا بينا شغل يشوف المشاهد الكريم معنا مليح كيفاش يقطع، هي بالك العام هذا ما يجيبهاش، العام الجاي يجيبها اللي موراه بالك. هاي كيفاش هكذا بالعقل برك. دوكا ها نحيوا احنا هكذا، انا هنا انا هكذا نلقيهم في الباطوار هكذا. انا ماذا بيا دي شي هذا ما يكونش ما نجيبوش هكذا. وانا بالعاني خليت هذا هكذا باش كي يجي المشاهد خاطرش في العيد يخرج لهم هما هكذا. نحيوا هذه بجه، ها هذه تكون لي رونيون فيه وتكون الاخر تاعو فيه هكذا. هادو نحطهم بجه هكذا يخرج الفيلي صافي. دوك هنايا عندنا مفصل، هذا الفيلي، هادو جيكوات حنا نقسموه منا هكذا، نحيوهم على هكذا، نحيوهم على زوج. هنايا هذه العظمه لازم تنشق على اثنين، هاي لك شغل كما نقولوا حنا ماشي شغل قروش ماشي الاخر. ومن بعد نقسموا هاد الزعكه الديل تاعو نقسموه على اثنين. ها هاي ها كيفاش يخرج. بون باش نفسروا للناس باش نعاودوا لهم من جديد، هذا الفيلي، هذا هو هذا، هذه الرقبه، هذو لي كوتلات، هذا جيكو وهذا الكتف. دوكا الحال سخون خليه يخسر، ماذا بينا مع العشيه قايتك كما نقولوا احنا مع جهه السبعه تاع العشيه ولا سته تاع العشيه يقطعوا يقدر اسمح لي يقدر يقطعوا هكذا على اربعه ويخليه كما راهي دوك هنا احنا هكذا، يقطعوا ماشي يقطعوا مرصوات صغار، يقدر يقطعوا على اربعه ويحطوا في الفريجيدار. هكذا كيما نقولوا حنا مرصوات هكذا يقطعوها هكذا يحطوها في الفريجيدار، المهم يقعد ينشف. نوريكم كيفاش نقطعوا الرقبه. الرقبه حنا هنايا حنا نقطعوا لا موين كيما نقولوا حنا ان دوا، وكي نقطعوها ماذا بينا شوف المشاهد الكريم حنا ماذا بينا الضربه تكون ضربه قويه كي تكون هنا في الوسط، ما تكونش هنا تجي الضربه فابله على هنا خاطرش راهي قريبه ليدك، تكون الضربه حنا جينا نقطعوا هكذا. بوه حنا كاين العظمه هنا وعظمه هنا، شغل هادو عظمات. حنا كي نحطوا الموس نحطوه منا هكذا في اللحم، هذه اللحم هنا في الوسط، حنا نضربوا هنايا وين كاين اللحمه، نديروا الطريق لهنا وين كاين اللحم هادو لي كوتلات هكذا.
روحوا للكتف. هذه وحدة، هذه اثنين. هنا كاين مفصل، هنا نقدروا ما نستعملوش المزبره، نقطعوه بالموس. هنا هاولي نقطعوها بالموس. هنا ها نحيولوا هذه العظمه برك هكذا. دوك نقطعوه موين هكذا. هنا حنا هنا كاين زوج عظمات في الجيغو، كاين زوج عظمات، كاين عظمه الاولانيه هذه والعظمه الدوزيام. حنا لو كان نقطع هكذا راح هذه نفسدها وتخرج مفته. حنا نقطعوا هنا، نعطوا نقطعوها بهذه كما نقولوا حنا بالامام، الجزء الامامي تاع المزبره نقطعوا هذه، ومن بعد نكملوا بالموس. نكملوا بالموس هكذا، ومن بعد هنا نقطعوا بهذه. ها شفت كيفاش تخرج؟ هذا تقطع تعجيل. حلاوة العيد هذا هو، ماذا بينا يقطعوا في الدار وما يروحش عند يدير طوابير عند البوشي. وبارك الله فيكم، وعيدكم مبارك ونعمتوا بخير ان شاء الله.